السلام عليكم موضوعنا لهذا اليوم عن موضوع ربما تحول إلى ظاهرة ولنسمع كثير من الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي آه، عبر الإعلام أن هذه هذه الظاهرة يوم بعد يوم تتفاقم تتزايد وأصبح الموضوع ربما الشغل الشاغل للكثير من المهتمين والمراقبين لهذا الموضوع من شريحة الشباب والبنات حبينا اليوم نتناقش ويا شباب الموجودين ويانا حول موضوع المخدرات واثره على الشباب اللي للاسف كثير يلجؤون لهذا الطريق فحبينا نناقش الاسباب والمظاهر والحلول في حلقه هذا اليوم فخليكم ويانا. السلام عليكم شباب. السلام <applause> شلون البرد وياكم؟ والله ثلج ثلج <applause> ان شاء الله حندفيها بالموضوع مال اليوم ولو موضوع هو خطر بس احنا اليوم حنحكي فيه اي اليوم حنتكلم عن موضوع شبابي صراحه دا اتابع الاخبار ودا اتابع وسائل التواصل الاجتماعي وحتى المنصات الاجتماعيه الاخرى كثير ما يتناولوه وربما نقدر نسميه ظاهره اللي هي ظاهرة المخدرات لدى الشباب ظاهرة أصبحت تذكر كثيراً بالأخبار بصراحة أنا مرات أتعجب أقول هل هاي الإحصائيات دقيقة لو غير دقيقة ولكن إحنا كشباب اليوم حبينا نناقش هذا الموضوع بهاي الحلقة وريد نعرف بعض الأمور عن موضوع المخدرات نبدأ البداية ويا حذيفة حذيفة من تسمع كلمة مخدرات شنو أول تصور يجي في بالك؟ حقيقه استاذ هي قاتله للاحبه ومرتكبه للزنا المسكوت عنها نعم حرب لم يعلن عنها بعد هو خطر انتشر لم يكن المخدرات لم تكن قبل 2003 ظاهره كتعاط وتجاره ولكن كانت تؤخذ على شكل ادويه مسكن الآلام او حبوب كبسله او بما يسمى ثنر هاي نعم المواد كانت المخدره كانت بالصورة الحالية بصوره خطيره جدا نعم ولكن بعد الاحتلال انتشر انتشرت المخدرات بصوره كبيره وبصوره خطيره اصبحت تجاره واصبحت مورد للاموال اموال طائله بسبب تجارة هذه المخدرات اليوم احنا نشوف بمجتمعنا بمجتمع العراق انه القتل السلب عقوق الوالدين كله بسبب تعاطي المخدرات نعم ننتقل للقصة بداية حلوة ذكرنا اياها حذيفة قلت بدايتك شنو قلت قاتلة للأحبة قاتلة حقيقة قاتلة للأحبة وهو خطر ربما بعض الشباب ما يوعي لخطر هذا الموضوع موضوع المخدرات ولكن خلي بالبدايه نتعرف على اسباب هذا الموضوع نروح لقصي قصي شنو اكثر سبب دي يخلي شباب يلجا الى موضوع المخدرات؟ في طبيعه الحال يعني هو المسبب لكل شيء او الداء الاكبر الفقر والجوع والبطاله نعم الا ان في موضوع المخدر المخدرات آه تدخل الرفاهيه والدعه لان الامو الايام الزاهيه تولد جيل مرتخي وجيل المرتخي يميل الى الدعه ويميل الى الرفاهيه فيتناول هذه سواء كان فقيرا او غنيا غير معصوم من هذه الافه كذلك الثمن الباهظ المدفوع مقابل هذه السلعه يعني اليوم نجد يعني تجار مخدرات من اعلى الناس ايرادات آه في هذا المجال يعني نعم فالمدفع كذلك غياب رقاب الرقابه يعني اليوم الكب يعني كبلد مع عدم التعريج على التقصير الامني او لا, لا يوجد تقصير من الجهات الامنيه ولكن فلتان نعيش فلتان باعتبار حدود مفتوحه لكل من هب ودب وليس فقط في بلدنا نعاني من تصدير واستيراد هذه الحبوب المخدرة دول أخرى تعاني الأمرين إلا أن الفلتان الأمني في العراق الذي شهده بعد 2003 أكثر بكثير لربما من بقية الدول نعم هو موضوع جدا صراحة مهم وفي بعض الأحيان يعني صراحة من يتداول هذا الموضوع جدا نتألم خاصة أن إحنا يخترق الشباب اختراق مباشر خلينا نروح لأحمد احمد برايك شنو الاسباب غير الاسباب اللي ذكرها قصي هي اسباب لتخلي الشاب يلجا للمخدرات آه هو آه قد يكون التهرب من الواقع بسبب الضغوط أو بسبب الهروب الهموم او الهروب من الواقع, نعم من الواقع نعم فهذا الشاب يلجا للمخدرات بعدين آه حقيقه آه استاذ احمد آه انا اعرف اشخاص يعني هم من قعهم كبسلين انه صفر واحد ويجي عليك يعني اي والله أعرف طلاب أوه. بالجامعه يعني ابد من حاله يعني حتى مثلا على مستوى الدراسي نعم من يدرس انا اقول له انت تدرس كيف تاخذ صفر في خمس دقائق فانه يتصل, يتصل المخدرات و... ويجي حقيقه راح اسوي لهم الله او هو يشعر أه بالفشل او هو مستوى الدراسي ضعيف بحيث تحس يعني هو يلجا الى هذا الموضوع فكيف حيكون بالضبط هو يعني آه ليش يعني مو بس على المستوى الدراسي اقول لك اكو اشخاص يعني هم هم طافين من السد نعم النوبي اتصل المخدرات شلون راح يكون تكمل السبح نعم آه اعرف أشخاص هم من طبعا هي ظاهره آه نادرا ما كنا نسمع بها خاصه بالمحافظات المحافظه يعني اللي بعيده كل البعد عن المخدرات حاليا بدينا نسمع حالات آه فلان شخص تهموه بتجارة المخدرات وثبتت عليه السجن إن هذا راد يصير إسكوبار ما أعرف ومن يعني أول خلينا نقول من أول حبة اللزم أي ف يعني سبب كبير أنت تلاحظه هو كثير من الشباب بسبب أن هو يريد هروب من الواقع فيلجأ إلى الإدمان أو إدمان المخدرات وهذا بحقيقه الامر يعني صراحه كثير من الشباب يشعر بالاحباط نتيجه اسباب ذكرناها ربما بعض الحلقات اللي هي البطاله احيانا بعض الشباب يعاني من التهميش او التنمر او كثير من المسائل هاي بحيث ادت بهم الى ان يلجا الى اشياء بديله واقرب شيء شاب يلجا له اللي هي مثلا الخمور او المخدرات او غير هذه من الامور اللي احنا صراحه لم يالفها الشعب العراقي او المجتمع العراقي ولكن اصبحت يوم بعد يوم تصبح في حكم العادي هذا الموضوع ننتقل لفاروق فاروق عندك سبب اخر غير سبب الذكرى شباب نعم عندي سبب قد يكون غير ملاحظ غير مطروق نعم او لا ما مطروق انه بالفقره مالته تحديد القصه اللي ادرجها يعني انا حصلت وياه انعرض عليه مخدرات نعم اتطرق للسبب اولا السبب هو استغلال الحاجه الحاجة المادية قد يكون استغلال أيضا الحاجة المعنوية حاجة الوقت الحاجة الاستعداد النفسي أنا لما كنت طالب بكالوريا في الصف السادس الإعدادي نعم. بالعلمي مع ضغط الدراسة عرض علي أحد الأقارب هو غير متعاطي غير متعاطي يعني رجل راشد تمام نعم. بالغ لديه أطفال غير متعاطي من خوفه علي يعني جاء أنا كنت في السادس الإعدادي آخذ جانب كامل من النوم يعني مو من الطلاب اللي يسهر وما انام فقط كم ساعه فهو يشوفني قريب عليه انه انا داخذ نوم ياثر على قدراتي دراستي، قال لي انت ليش ما اجيب لك حبوب صفر واحد يسموها بالمصطلح الشعبي نعم قال بحيث قال تخليك انت تقرا 24 ساعه ما ابد ما تنام، قال تقرا 24 ساعه حتى بس عبر الامتحانات بها وبعدين اه تركها. اتركها اتركها قال بس تنجح وتطلع لك معدل زين وتركه حقيقه قد بعض يعني يجوز بعض الطلاب من باب حرص واستغلالهم وعاطفتهم على الدراسه وقلت ادراكهم للمآلات اللي هذه الامالات هذه الحاله الاثار الجانبيه الاثار الجانبيه قد يعني يغتر بكلام امثال هؤلاء نعم يعني يغتر بكلام امثال هؤلاء فيبدا ويصل إلى مرحلة انه حتى لو أخذها بعد الامتحانات لهيوصل يوصل ما مي يقدر يتركها، لأن هي أساسا تنبني عن إدمان. نعم. وإذا بدأ بالصفر واحد يعني يصعد، هاي صفر واحد بعد ما تسد الإدمان اللي عنده، إلى أن يصل مخدرات من نوعيات أقوى يعني ناس ما عنها. السبب آخر هو استغلال مادي، الاستغلال المادي. يعني كثير ما نسمع قضايا قانونية أنه دخل في تجارة المخدرات بسبب أو نقل المخدرات من مكان إلى آخر بسبب الفقر قلة المادة قلة المال لديه فدخل في هذا الطريق وتدري أنت من يسوق القضية كبيرة يعني هي مثل ما تفضل أخويا حذيفة بالأخيرة حرب غير معلنة حرب يعني غير معلنة حقيقة هي حرب غير معلنة جميل جدا روح الليث ليث شباب تحدثوا باكثر من سبب حول الادمان والمخدرات ولكن بحكم تخصصك كذلك القانوني وحكم كونك شاب واكيد عندك اصدقاء ومعارف ودرست في الجامعه شنو هي الاسباب اللي انت تلاحظها شباب دا يروح الى هذا الطريق طريق المخدرات وربما اذا اكو ترشدنا ودلينا على بعض التشريعات اللي تخص موضوع المخدرات في الجانب القانوني. أه طبعا الموضوع هو يعني اليوم بالوسط المجتمعي ديلاقي انتشار جدا خطر وجدا مخيف يعني هو فد فالظاهره اصبحت عجيبه اليوم منتشره بالرغم من خطرها على البدن وخطرها على المجتمع اغلب الجرائم اليوم اللي جاي تحدث نلاحظها من خلال عملنا هي يقول لك انا متعاطي مخدرات اغلب السرقات انا متعاطي مخدر اغلب حالات الانتحار تصير عن طريق المخدرات لأنه هو ده يفقد عقله ده يفقد إدراكه ده يفقد تفكيره يعني أغلب يعني الجرائم الاغتصاب وجرائم الزنا جاي تحدث أثناء تعاطي المخدرات زين إحنا أكو شيء أهم من هذا الأمر إحنا عندنا شيء يسموه المتاجرة زين أنت لسه المخدرات عوف موضوعها تعجيب عقوبة المتاجرة مالتها هل أكو ردع إلها احنا عندنا هسه المتاجره ما حد يتطرق لها بالشكل اكثر من تعاطي المخدرات، الناس جاي تنتبه على المخدرات، الناس جاي تلاحظ اللي يتعاطي، جاي يذمون اللي يتعاطي بس ما يفكرون بده يتاجر بها، ما يعرفون هذا الشخص اللي يجيبها منه طبعا اليوم اكثر تجاره عالميه مربحه ومنتشره بالسوق العالمي هي المخدرات، السوق السوداء هي المخدرات. بشكل يعني الارباحها بشكل رهيب جدا وعليها فد اقبال من الشباب ومن الشابات بشكل لا يصدق فشيء رهيب وخطر طبعا اذا انطلقنا الاسباب مالتها في بعض الاوساط الريفيه صراحه اذا نلاحظ جاي تكثر حالات الانتحار وحالات القتل استنادا الى تعاطي المواد المخدره شنو السبب ليش الحالات هنا يتعاطون بها مواد مخدره يقول لك هنا اذا تمنع الاصل يكثر الفرع هنا بعض المحافظات اللي بها طابع اسلامي وبها طابع عرفي عشائري محافظ تمنع محلات الخمور يقول لك انت ابو شرب ممنوع انت ابو يعني بيع مشروبات روحيه ممنوع بالجانب الاخر نلاحظ هاي المحافظات ده ينتشر بها المواد المخدره اذا ردنا اذا ردنا نتبع قاعده يسموها قاعده اهون الضررين زين الشرب اهون الضررين لو المخدرات اهون الضررين. طبعا المواد المسكره اهون، فاقترحنا على بعض الجهات الامنيه والجهات القضائيه انه السماح لهذه المناطق بافتتاح محلات لشرب الخمور حتى نسد ذريعه المخدرات، لان المخدرات صراحه ادمانها وتاثيرها العقلي والاجرامي فالتاثير الاجرامي اكثر من التاثير اللي تسببه الخمور. يقدر الانسان يعني من الخمور انه يروح الادمان من يمه، اما المخدرات صعب جدا. نعم ولو احنا خالف يعني إيه يعني 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 يجوز نخالف هذا الطريح مال مال المشروبات الروحيه. اي يعني احنا يجوز احنا سد الذريعه صراحه يعني اخف الضرر احنا ضررين اثنينات ضررين. لكن معالجه الخطا بالخطا خطا لو سمحتم لي يعني باذن الاستاذ اي نعم تفضل قصي في طبيعه الحال كل ممنوع مرغوب وان كان مضرا اضف الى ذلك عامل الجهل. وترك الدراسة يلعب دور آه الخمر سماها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث آه نقطة رأس الصدر ماكو اختلاف بينه وبينك اقلب صفحة جديدة <applause> المخدرات أو المخدرات إن صح التعبير كما فائدة عند أهل اللغة المخدرات آه طريق الهلاك يعني أنا حضرت محاضرة لمدير الشرطة المجتمعية في إحدى الدوائر كانت دائرة دينية في إحدى المحافظات يقول اتصل علي احدهم في الساعه الواحده بعد الظهر. يقول هناك حاله زنا محارم اجلكم الله. الله. والسبب الرئيسي هي المخدرات. يعني صدق طريق الهلاك وفعلها فعلها كلش قوي ولا يؤدي الا الجريمة الكبرى يعني. نعم نعم. ايه. نعم ننتقل لحذيفه. حكينا بالاسباب حكينا ليث بعض التجارب كذلك قصي. حذيفه برايك <تضحك> شلون احنا ممكن كشباب نخلي وقايه او ما نقول رادع لان الرادع في بعضها مثل ما قال قصي كل ممنوع مرغوب ومرات اذا انت تمنع الشاب بالعكس يكون يقوم يبحث عن هذا الموضوع ويريد يجوز يعرف شنو هذا الموضوع او يحب يجرب هذا الموضوع شلون احنا ممكن في طريقه معينه نخلي فد وقايه للشاب ان يفكر قبل ما يروح الى هذا الطريق. استاذ يعني بالحقيقه انه اختيار الصحبة الصالحة جميل اختيار الصحبة الواعية الفاهمة لهذا الشيء اليوم الإنسان من تلقاه الصاحب ساحب فلا بد للإنسان أن يخالل خل صالح نعم حتى لا ينجرف ولا ينحرف في طريق المخدرات نعم جميل جدا روح اي روح الفاروق تفضل فاروق يعني قبل قبل لا نتطرق للحلول يعني انا ارجع ادخل على قضيه اخويا ليث ما نسيته لا ما نسيته <applause> <هي> يعني <applause> اي واذا سدينا الحلقه الضله تحوس بقلبي ترى يعني معالجه الخطا بالخطا اساسا خطا يعني جميل. احنا اليوم من جانب شرعي نتفق أن المخدرات او المخدرات يعني هي تجوز بالوجهين عم. عند اهل اللغه لانها كلمه مستحدثه المخدرات والخمر حرام لكن من جانب القانوني يعني يبيح الخمر ولكن المخدرات محظوره زين احنا هنا اول شيء احنا من باب قانوني ما نقدم القانون على الشرع اول شيء هو الحاكم الشرع رب العالمين زين لو بعد الانسان لو كان الحاكم هو عقل الانسان اليوم اني اتفقنا احنا كلنا ان الغش يعني اتفقنا الغش ما باشكال نقول مساعده بين الطلاب واتفق جميع المجتمع هل نشرع انه يسمح الم... الاستاذ للطالب بالغش اعتماد على عقل الإنسان وتفكيره لا قطعا لا كذلك لو اليوم بعد فترة نشأ لدينا جيل يتفق على أن المخدرات ما فيها أي إشكال هل أن القانون سيعدل وتقنن المخدرات وكذلك وهلما جرا إلى كثير من القضايا الاجتماعية فليس المقياس يعني هو الحلول لا احنا نرجع إلى جذر المشكلة وأصل المشكلة وما يكون فيها انه التحكيم يعني ماكو افضل من تحكيم نعم شرع رب العالمين صلى الله عليه وسلم هو علي على قبل ما تذكر لي حل من الحلول اللي هو اخف الضررين او اهون الضررين احنا اذا اريد نقول هو الخمر او المخدرات هي اثنين ضررين او ضرر صح يجوز ليث ينظر من وجهه نظر اخرى قانونيه او مجتمعيه يقول لك في بعض المجتمعات احنا نقيس الضرر الاقل هو الخمر ولكن هو احنا كأصل شرعي او ما يحق لنا احنا نتكلم بالشرع لازم هذا الموضوع يكون له مختصين في هذا الجانب ولكن احنا نريد اريد نتكلم بهذا الموضوع اريد نقول ان احنا سواء الخمر او المخدرات او كل هذه الاشياء اللي تنذكر هي تضر بالشاب حقيقه يعني بالمحصله اكو ضرر ولا ضرر ولا ضرار يعني انا انظر للموضوع يعني ما ادري اقول لكم صراحه ليث خلاني بحيره ما اعرف شو اقول لا مو آه اخونا ليث يعني كونه قانوني نعم <applause> ينظر للمساله من ابعاد قانونيه انه القانون يجرم المخدرات ولا, ولا أكيد يجرم أكيد اي يعني أكيد. ينظر لها يعني مو هو ضد الشعب نعم اعطينا حل حل اخير حتى هم نختم به الحلقه ان شاء الله حتى حل للشباب او نصيحه للشباب يعني تشجعهم على عدم الذهاب الى هذا الموضوع موضوع المخدرات يعني حقيقه الحلول قد لا تكون هكذا ببساطه تطرق لكن اكون اقول نصيحه وللأهل للاهل المراقبه الابناء منهم صغار الى ان يكبر يعني بعض الابناء يقول هذا هو ابني كبر يعني صار بالاعداديه انه اني عيني علي لا بالعكس انت الخوف من هذه المرحله الاب نعم. الانسان يعني هذا يعني الرعايه بالابناء نعم. يعني نعم. تفضل نعم نعم اه وانصح الشباب كذلك يعني بالابتعاد عن هذه الامور. نعم طبعا انا اعرف الشباب عندكم مداخلات والموضوع كبير ما يكفي حلقه واحده ولكن احنا كنا متفقين على ان هذا الطريق طريق مثل ما قال قاتل الاحبه مثل ما قال حذيفه وطريق مسلك غير جيد للشباب ومسلك خطر جدا ونامل من الشباب ونتمنى من الشباب وكذلك كل شخص يشاهدنا اذا اب او ام ان يتابع ابنائه، اذا شاب او بنت في الجامعه او في الاعداديه او في الشريحه الشبابيه ان يكون حريص على ان يتقي الله سبحانه وتعالى، ان يذكر نفسه بالله سبحانه وتعالى، ان تكون له صحبه صالحه تعينه على الطاعه وما تخليه يروح الى هذه الطرق، وكذلك ان يكون حريص على صحته. احنا صحيح قبل ما نتكلم ولكن هو الصحه حتتضرر. وبالتالي أن هو حيضر صحته وبالتالي يؤدي الى الموت اشكركم شباب اسف ما خليتكم تداخلون هواي بهاي الحلقه لان وقت الحلقه ما يكفي ولكن ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه في مواضيع قادمه ان شاء الله ان شاء الله نلتقي على خير